نحن جد سعداء اليوم بهذا اللقاء المتميز الذي يتميز بالعنوان ويتميز بالمكان ويتميز بالإنسان. فالعنوان هو الدعوة إلى الله، والدعوة إلى الله هي خاصية كل عالم وكل مثقف وكل داعية إلى الله. والمكان هو مدينة وهران، هذه المدينة الجميلة والجليلة التي تحتاج إلى بث الدعوة على جميع المستويات وفي كل الأصعدة. والإنسان هو هذا الإنسان العالم ابن جمعية العلماء وعالم جمعية العلماء المنوط بعاتقه عملية تبليغ كلمة الله. نأمل إن شاء الله أن ينبثق عن هذا اللقاء منهج شمولي وطني يعمل به الدعاة والعلماء لانتزاع هذا المنهج الدعوي من أدعياء الدعوة أو المتطفلين عليها أو الذين يلجونها بدون زاد وبدون عتاد. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل في هذا اللقاء الأهداف المنشودة والأعمال المقصودة. أملنا أن يكون لقاء اليوم حجرا في أساس سيعلو ويرتفع، فواقع الدعوة له وعليه، ولا يمكن أن نصحح ما ينبغي أن يصحح وأن نتدارك ما يجب أن يتدارك إلا من خلال لقاءات متكررة تدرس الواقع، لأن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ينبغي أن يقوم بها العلماء والأساتذة الذين أوتوا قدراً معتبراً من العلم بالنصوص والعلم بالواقع. والجهود الفردية مهما كثرت لا يمكن أن تؤتي أكلها ولا أن تحقق أهدافها، لكن عندما تتضافر الجهود يكمل العلماء والدعاة والأساتذة، يكمل بعضهم بعضا، وهكذا يستطيعون أن يرفعوا من مستوى الأداء الدعوي. وعندما أتحدث عن الأداء الدعوي أو عن الخطاب الإسلامي لا أعني به الخطاب المسجدي فقط، الخطاب المسجدي هو واحد من أداءات كثيرة يعني يقوم بها الإعلام، سواء المرئي أو المسموع أو المكتوب، تقوم بها المدارس والمؤسسات التربوية والمؤسسات التكوينية، وتقوم بها جهات أخرى. فأمر الدعوة ليس بالأمر الهين، وعليه أنا أرى أن لقاء كهذا لقاء ينبغي أن يشاد به، وأن لا يتوقف القطار عند هذا الحد. ينبغي أن يكون هناك استمرار، وينبغي أن هناك أن يكون هناك تواصل، والله ولي التوفيق وهو المستعان. دنا هذه المبادرة لجمع الدعاة والعلماء من أجل تحقيق غاية في ظل التحديات الجديدة، تحديات الانحراف والنداء للنسوية والشذوذ والتنصير وغيرها من المذاهب الهدامة. فأردنا أن نحيي الشعلة في دعاة الإسلام حتى يبدأوا بتجنيد الطاقات، تجنيد الطاقات بمعنى بنائها من جديد ابتداء من الأجيال الناشئة، إلى التذكير بالدعاة الذين أصابهم الفطور حتى يصدوا هذه الهجمة التي تؤثر على الهوية الوطنية واللغة العربية وثوابت الأمة. فهذا هو مبتغى هذا الملتقى.